مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم في القراءة العامة. أعزائي، هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. برج الحمل، أنت مضطر، مو باختيارك، مضطر أن تترك شخص أو مكان ورا ظهرك، مو باختيارك. أوكي، كأنما أنت هني مو مخير. هاي الأشخاص أو هاي الظرف ما عطاك الاختيار أن أنت تبي تبقى أو ترحل، مضطر أنك ترحل عن شخص تحبه أو مكان تحبه. ولكن وأنت قاعد هني في نوع من طاقة العزلة، راح تكتشف خلال هاي الشهر أن الإنسان لما يكون وحيد يقدر يحصل وايد، يكتشف نفسه أول شيء، وثاني شيء يتعلم الاعتماد على النفس، يعرف شلون يتذكر هو من. دائما لما نكون محاطين بالأشخاص نوعا ما ننسى أنفسنا، ننسى حقيقتنا، ولكن لما شوي نختلي بأنفسنا نرجع للترو سيلف، النفس الحقيقية اللي داخلنا، نرجع لقوتنا، لمصدر القوة. عزلتك هاي الشهر أو التغيير اللي راح تمر فيه، ابتعاد بعض الأشخاص عنك، راح يحطونك في وضع تكتشف فيه نفسك، إعادة اكتشاف الذات. أوكي، عندك to the sea رحلة، ولكن هاي الرحلة في القارب راح تكون في بروحك، إنزين، ما راح يكون في أحد يشجعك في قرار. كأنما أحس يعني برج الحمل، قرارك هذا اللي راح تقرره من أجل مستقبلك ما راح يكون في أشخاص وايد يدعمونك. فعشان فعلا تحقق هاي الأمنية لنفسك، محتاج تاخذ الريسك او المخاطره بروحك، وايضا تقوم بالرحله بروحك. هذه مو من نوع من الرحلات اللي راح يكون في اشخاص، هذه مو ست الاغصان اللي في اشخاص حولك يحتفلون فيك. تعرف ليش ست الاغصان هذا الكرت؟ في اشخاص حولك وقاعدين يشجعونك او يهتفون باسمك، لان انت اوريدي انجزت، لان انت اوريدي حصلت على صيد او على غنيمه، فعشان كذي يحتفلون فيك. اما هاي الرحلة اللي انت متوجه لها فيها نوع من المجهول لحد الان، انت ما انت عارف بالضبط وين راح تروح. اوكي، فقد شخص او عطيت ظهرك لشخص، لمكان، لفرصة معينة، مو بعارف وين وجهتك القادمة. وقاعدة هني اشوف السهم، مو متأكد وين راح تروح، هل راح ينجح هذا الشيء اللي حاطه في بالك او لا. ولكن التاري يقول لك اذا انت ما اخطيت هاي الخطوة بروحك، ما قررت ونفذت، عمرك ما راح تعرف، عمرك ما راح يكون عندك الجواب. لأن عندك هنا فارس الأكواب وملكة السيوف. أول شيء التاري يقول لك اللي تبيه يصير هو راح يصير. أنت وصلت إلى مستوى من الخبرة، دائما لما نشوف ملكة السيوف هو مستوى من الخبرة، وإن كنت في هذا المجال أنت جديد، أنت مقبل على مجال جديد أو مغير من مجال إلى مجال جديد، من شخص إلى شخص جديد، الفرصة أو الطريق اللي ماشي فيه راح يجيب لك شيء جديد. هاي الزبدة. وإن كنت تحس نفسك مو متمرس وما عندك الأجوبة لكل الأسئلة، إنزين، لأن عندك هني مستوى الفارس، ولكن ترى قرارك صح، اختيارك صح، وتملك بشكل عام في الحياة الخبرة اللي تساعدك على النجاح، تملك المقومات، مو في هذا المجال بالذات، ولكن بشكل عام في الحياة يا برج الحمل انت تملك المقومات اللي تحتاجها. فلا تخلي احد يخوفك او يحسسك ان انت ما تملك الخبرة الكافية، ان انت ما تملك المقومات الكافية. ولكن اللي يصير في الحياة ان بعض الرحلات نضطر نسافر فيها وحيدين، وهذا شيء طبيعي، وهذا شيء ما يخوف ولا شيء نستحي منه. ممكن رحلة لازم يكون محاطين فيها بالأشخاص. أوكي، الثقة بالنفس هنا مهمة. عندنا الفلكسيبل، إذا تشوفون هنا كأنما مثل طاقة الجمناستكس، ممارسة ألعاب القوة، هذه دائما فيها تدريب للعضلات. ما أدري ليش أحس هني الرسالة حق أشخاص من برج الحمل صار لهم فترة تاركين مجال معين. مثلا إذا كانت امرأة فهي صار لها فترة قاعدة في البيت ما توظفت، والحين تفكر إما إنها تتوظف تدخل إلى مجال من زمان تاركتنا، أو تفتح لها مشروع، تدخل في مجال جديد لحد الآن ما دخلته. ففي نوع من المخاطرة، في نوع من الأشخاص ما قاعدين يشجعونك،
ما قاعدين يقولون لك أو يقول لك يلا اقدم على هاي الخطوة، ولكن أول ما تاخذ أول خطوة راح تشوف إن كل خطوة تقدم عليها أنت عارف وين بالضبط حاط إيدك، وعارف بالضبط وين وجهتك. كأنما هني ترى يقول لك خذ أول خطوة، والمجهول كله اللي تكلمنا عنه في البداية راح يتضح أمامك خطوة بخطوة. أوكي، على قولتهم لما نسوق السيارة في الليل وتكون الشوارع ظلمة، مو شرط نشوف كل الطريق من حين من هني مثلا إلى الدولة الثانية، ما نشوف كل الطريق، الشارع ظلام، ولكن كفاية أنه يكون عندنا مصابيح في السيارة تراوينا المترين القادمين، عقب المترين القادمين المترين اللي بعدهم. خذ أول خطوة في هاي المجال، في تشجيع هنا يا برج الحمل، أوكي، في تشجيع لأنك تدخل مجال، خصوصا لما ما يكون في تشجيع من الآخرين. ابتعد عن المجال اللي فيه تشجيع من الآخرين، أو ابتعد عن أنك تحصل على موافقة الآخرين قبل ما تعزم، أوكي، وتتحرك في هاي الشيء اللي أنت في قرارة نفسك تعرف أنك محتاج هذا الشيء في حياتك. إنزين، يصاحب هذا الكرت 7 السيوف والغصن الأول. هذا الكرت يقول لك قبل كم من يوم شفت في الانستغرام صورة أن من قواعد النجاح أن لا تخبر الناس بكل شيء تعرفه، ولا تخبر الناس لا تخبر الناس بكل شيء أنت ناوي عليه، ولا تخبر الناس بالضبط أنت وين وين راح تروح باشر، وكم دخلت وكم طلعت وشنو بالضبط قاعد يصير في حياتك. في الأسبوع الثاني محتاج زيادة تكتم على الأمور اللي أنت ناوي عليها. اوكي، خليك شوي غامض مع الناس اللي يمكن هذين تركوك في بداية المشوار، والحين مجرد راجعين حياتك كفضول، لان عندنا الغصن الاول فضول، يحاولون هنا في محاولة الى انهم يشتتون تركيزك، لان شوف هاي الحركة او ممارسة العاب القوى تتطلب الكثير من التركيز والدقة. في اشخاص هنا يحاولون يشتتون انتباهك، يحاولون يحسسونك ان انت على الطريق الخطأ، لان يقولون لك احنا مو موافقين. دام ان احنا مو موافقين معناته انت على الطريق الخطأ، وهذا ابدا مو صح. هذا الكلام، انت على الطريق الصح، وموافقة الناس اللي حولك على اختيارك وقرارك ابدا ما تعني النجاح لك ابدا، لان عندك الغصن الاول راح ينفتح لك باب، ولكن باب ضخم، يعني باب طلب او باب قبول كبير في المجال اللي انت حاط في بالك اوريدي تدخل فيه. كأنما احس اذا انت يا برج الحمل مفكر مثلا ان بعد مو الحين، يمكن عقب شهر شهرين سنة سنتين تدخل في بزنس معين، اوكي، او تدخل في شراكة معينة مع شخص. كأنما هني النصيحة لك في الاسبوع الثاني ان تكون جدا غامض ومتكتم، وتسمع لحدسك الداخلي، تركز في الشيء اللي قدامك أكثر ما تركز في أصوات القيل والقال، وكل واحد ينصح في صوب وكل واحد يتدخل في صوب. الأسبوع الثالث عندنا Never Ending Story، أوكي، هذه خص القصص اللي ما تنتهي. الشخص مثلا الشخص اللي يرجع من الماضي، أوكي، أو مثلا التعليمات اللي يعطونا إياها أكثر من مرة. Never Ending Story هي القصة اللي ما قاعدة تنتهي، وتشوفون من الصورة أن الشخص مو مستمتع بالوضع، في نوع من الحنة، راح يكون في نوع من الحنة، ويركزون هني الأشخاص اللي ما كانوا أساسا معاك في بداية الرحلة راح يحسون أن عندهم نوع من السلطة عليك، أن يردون يحنون عليك بخصوص موضوع معين، يردون يفتحون معاك موضوع انت نفسيا انتهيت منه. اوكي، هني هاي الطاقه موجوده، ان شيء انت سويته انتهيت منه، قرار مشيت فيه، قرار خلاص اخذته، يردون يفتحون عليك المواجع او يفتحون جرح قديم انت خلاص اغلقته او انت تعافيت تشافيت منه. هني في الثالث اسبوع يقول لك اثبت على قرارك الاساسي، وان كنت وحيد فيه اثبت عليه، لانه هو القرار الصح بالنسبه لك. زين، عندك هنا Page of Wands 8 السيوف، أحس كأنما إعادة فتحهم لهاي الموضوع معك، يمكن حتى يكون رجوع شخص من الماضي، ما هو إلا مجرد فضول، مو عشان هم فعلا متمسكين فيك وظيفيا أو عاطفيا
او حتى اسريا، لا، فضول ومحاولة للتحكم فيك. انزين، لان عندهم 8 السيوف، في شخص هني ممكن يدفع الغالي والرخيص عشان يعرف اخبارك، وعشان يحس انه هو له تأثير عليك في حياتك، فما يحب انه يمر كذي بمرحلة صامتة، خصوصا انك بتكون غامض من ثاني اسبوع، يمر بمرحلة معاك صامتة ما يعرف فيها اخبارك بالضبط، ما يعرف انت شنو راح تسوي، على شنو ناوي، الدرب اللي مشيته الجديد في حياتك قاعد ينجح ما ينجح، تعرف اخر اخبارك هني ميتين عشان يحصلونها. فانت هني خلك في هاي الطاقة اللي دخلت فيها ثاني اسبوع او بتدخل فيها، طاقة الغموض، طاقة اللي اعطيهم كفاية عشان اجاوب على سؤالهم بس ما اعطيهم الحقيقة الكاملة، اخليهم يظلون في طاقة الظلام، عدم المعرفة، جاهلين عن تفاصيل اموري. الاسبوع الثالث يقول لك بالمختصر لا تعطيهم الجواب النهائي، ان طاقة الرفض او القبول، طاقة ان تكون واضح معاهم في جوابك. اوكي، اخر اسبوع عندك كارت اليانج يا برج الحمل. اليانج هي في يين ويانج. اليانج هو طاقة الذكورة، طاقة القيادة، طاقة ان الشخص ينجز شيء، ينجز شيء عشانك. ما ادري ليش دائما احسها ايضا طاقة الامبراطور، قريبة جدا. اوكي، من طاقة الامبراطور، وهي طاقة برج الحمل مصاحبة بكارت برج الدلو وتسعة الاغصان. في اخر اسبوع من شهر اكتوبر احس ان راح تفتح مجال جديد، راح ينفتح لك باب جديد، بوابة جديدة. اوكي، ما ادري هني راح تحصل شيء، تحصل اما نهاية مكافأة نهاية خدمة، راح تحصل مبلغ مالي، راح يعطونك فرصة ان انت تمثل مجالك. اوكي، ولكن راح تنعطى شيء مادي، شيء ملموس على نهاية الشهر. اوكي، فعشان كذي هني تسعة الاغصان طلعت لك تقول لك لا تتنازل عن شيء ما بقى له شيء ويتحقق، لا تتنازل عن درب انت استثمرت فيه وايد، وحتى لما كنت وحيد استثمرت فيه، والحين لما تبتدي الامور تتفتح امامك، تبتدي تحصد الثمار، لهني تسمح لاحد يسوي نفسه انه هو المسؤول عليك، وانه ايه يعطيك اوامر. اذا مثلا، اذا نفرض اذا جتك الفلوس، اذا حصلت على الاموال حطها في كذا ولا تحطها في كذا، لا تسمح لاحد ياخذ طاقة الامبراطور وينفذها عليك، لان هني الطاقة تقول لك في رابع اسبوع كل اللي تملكه بسبب جهودك، لا تحس ان احد لحق عليك. اوكي، حطه في المكان اللي انت تحس راح يخدمك، طاقة النجمة، طاقة الشيء اللي انت تتمناه. اذا كنت مفكر من قبل وحاط في بالك مشروع معين، لما تحصل او تأتيك هاي الاموال فحطها في المشروع. اذا كنت مفكر من قبل ان راح توفرها، وفرها، اتبع الدرب اللي انت اوريدي بينك وبين نفسك قررته. واحد، رقم النفس، رقم اللي انا قعدت مع نفسي وقررت، ما احتاج مشورة احد. كأن هذه هني بعد الطاقة تقول لك مو من تشوف الامور ابتدت في حياتك تتحقق وابتديت تصير اسعد يا برج الحمل، ترد تفتح باب او تسمح لهاي الاشخاص يدخلون ويعاملونك كأن انت دورمات. هي وانت بكرامة طبعا، بس هي السجادة اللي عند الباب. شنو يرمز هذه كلمة الدورمات؟ ان اي شخص مسموح له يمشي عليك، اي شخص مسموح له يعطيك تعليمات او يتصرف. شوف هني الطاقة تقول لك ترد على طاقة اول الشهر، في اشخاص راح يتصرفون سبحان الله كأن هم كانوا موجودين في وقت الصراع، في وقت التعب، في وقت الوحدة في حياتك، في وقت اجتهادك ما كانوا موجودين، فلا تسمح لهم وقت ما انت هني في نهاية الشهر تبتدي تحصد الثمار. يمكن يكون حتى وقت استلامك المرتب، محتاج تكون حازم اكثر، تقاوم اكثر طاقة الاشخاص اللي يحاولون يقولون لك حط فلوسك في كذا ولا تحطها في كذا، وعطنا منها كذا ولا تعطينا كذا، عرفت؟ سواء كانوا اصدقاء او زملاء عمل او غيرهم يحاولون يمشونك، هني في اشخاص يحاولون يمشونك، لان
في وقت الاجتهاد انت كنت بروحك، فتأكد ان في وقت حصد الثمار حط نفسك اولا. هني كأنما الطاقة تقول لك اذا تبي تساعد ساعد، ولكن لا تساعد احد قبل ما تساعد نفسك. مثل تعليمات الطيارة، اول حط قناع الاكسجين على نفسك بعدين ساعد الاخرين. الطاقة تقول لك شذي. اوكي، كون وايد واضح في نهاية الشهر ان انا المسؤول عن الوضع المادي المريح اللي انا فيه، انا المسؤول عن ان امنيتي تحققت، ما حد كان موجود لما انا كنت في الرحلة وحيد. ذكر نفسك بهذا الشيء، وحين راح اسحب لك يا برج الحمل كرت اخير تبع الطاقة الحيوانية. كرتين الاخطبوط معكوس والارنب. الارنب دائما عنصر ترابي، ولكن رمز في الطاقة الحيوانية الى طاقة الهروب. طاقة الهروب ممكن تكون سلبية ممكن تكون ايجابية. الهروب الايجابي بالنسبة لك في هاي القراءة ان نتهرب من الاشخاص اللي يحاولون يتحكمون فيك. في اشخاص هني قاعدين يمارسون كذا لعبة، تحكم عاطفي، تحكم مالي، تحكم معنوي، نفسي، عدة ألاعيب. أوكي، أحس هني كذا طاقة تدخل وتطلع منها وحيدا، وبعدين يحاولون يتحكمون فيك. محتاج طاقة الهروب. لا تنسى عندك الحرامي سبعة السيوف، الحرامي في منتصف الليل. الشخص، الناس بشكل عام في الحياة ما تقدر تصيد شيء مو موجود. إذا أنت حرصت أنه ما تكون موجود، خفي عن الأنظار، مبتعد، دائما طاقة الهروب، الابتعاد، الوحدة، صعب أن يجدون الكثير من الوقت والمجال أن يتحكمون فيك. هاي النصيحة لك، هذه طاقة الأشخاص اللي راح تتعامل معاهم. الأخطبوط ولكن مقلوب هذا الكرت، معناته خلال هاي الشهر راح يفقدون هاي الأشخاص الكنترول عليك. راح يبتدي يستوعب برج الحمل مدى تأثير هاي الأشخاص عليه وشلون يتخلص من قبضتهم. ترى الأخطبوط إذا تلاحظونه في بيئة العادية وعنصر رمائي، من يمسك سواء بشخص بفريسة، حتى إذا أمسك بمعدات الغوص مالت الغواصين، احتمال كبير أن الشخص يغرق، لأن ما يمسك يقبض في كل ذراع عنده عدة يسمونهم مجسات. إذا المجسة الواحدة أحكمت قبضتها، ما بالك إذا الذراع كامل، ما بالك إذا كذا ذراع. لما يطلع كذي معناته متحكم فيك، متحكم ولكن طاقة الماء، طاقة التحكم، طاقة تشوف الماء وبعد أسود. قلت لك عندهم نوع من الألاعيب الحيل. يعني مثلا هاي الأشخاص ما يقولون لك يا فلان أو يا فلانة سوي كذا كذا بشكل واضح وصريح. أنت هنا عندك ملكة السيوف، بتلاحظ أن في نوع من الألاعيب قاعدة تصير عليك. يقولون لك ايش رايك تسوي كذا كذا، او ليش ما سويت كذا كذا، مو من مصلحتك ما تسوي. تختلف النبره، ولكن تظل طاقه تلاعب ومحاوله للتحكم فيك. اوكي، لما يطلع الكرت معكوس احس انه راح تفلت من قبضتهم، ولكن خلال باقي الشهر مهمتك ان انت اللي تحرص، مهمتك الجديده ان انت اللي تحرص ان ما تقع في قبضتهم مره ثانيه. إذا وقعت راح يكون أيضا صعب أن ترد تتخلص من نوع من التحكم العقلي النفسي العاطفي.